الاسانسير ده عملناه تحت اشراف تنفيذ الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الاسانسير ده هيرفع المعاناه عن كبار السن والمعاقين والكلام ده كله. الاسانسير ده احنا الشركه دربت الحي اول وحي ثاني، دربتهم ان هم يستخدموا الاسانسير. الاسانسير ده هيشتغل حوالي 17 ساعه في اليوم عشان رفع المعاناه عن الناس والكلام ده كله. هيفصل بس بالفتره المسائيه من بعد الساعه 12 بالليل لحد الساعه 7 الصبح. يستفيد منه كل الناس يا فندم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كل الناس ذوي الاحتياجات الخاصة والكبار السن واي يعني اي حد مش قادر يطلع السلم هيقدر يستخدم الاسانسير. يلا صابر صابر يا جدعان صابر يا فندم. يا مريم خدي يا بنتي.